أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة نازعات ترجمہ آیت نمبر 30 تا 35 آیت نمبر 30 والأرض اور زمین کو بعد ذلك بعد ازاں دحاها ہموار کیا والأرض بعد ذلك دحاها اور زمین کو بعد ازاں ہموار کیا آیت نمبر 31 اخرج نکالا منها اس کے اندر سے ماءها اس کا پانی ومرعاها اور چارہ اخرج منها ماءها ومرعاها نکالا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ بے شک آیت نمبر 32 والجبال اور پہاڑوں کو بنایا ارساها زمین کا لنگر والجبال ارساها اور پہاڑوں کو بنایا زمین کا لنگر بے شک آیت نمبر 33 متاعنا بطور سامان زیست لَكُمْ مَا تمہارے لیے وَلِأَنْعَامِكُمْ مَا اور تمہارے مویشیوں کے لیے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ مَا بطور سامان زیست تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بے شک آیت نمبر 34 فَإِذَا پھر جب جَاءَتْ آئے گی قامتو وہ آفت کبرا بہت بڑی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی استغفر اللہ آیت نمبر 35 یوم اس دن یتذکرو یاد کرے گا انسانو انسان ما سعا اپنا کیا دھرا یوم یتذکر الانسان ما سعا اس دن یاد کرے گا انسان اپنا کیا دھرا استغفر اللہ والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم فاذا جاءت التامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى استغفر الله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما آمين اللهم اغفر لي واختر لي ولا تكلني إلى اختياري آمين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله آمين اللهم إني أسألك خير ما آتي وما أفعل وخير ما بطن وما ظهره آمين اللهم إنا نجعلك في نخورهم ونعوذ بك من شرورهم آمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر آمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن آمين يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما آمین یا اللہ عاطف کی دادی اور نانی کو صحت کاملہ عطا فرما آمین یا اللہ واصف کے دادا
काशिफ के नाना और नानी की मगफरत अता फरमा। आमीन या अल्लाह भाई नजीर और भाई मुंजिर की मगफरत फरमा। आमीन या अल्लाह कासिम की नानी की मगफरत फरमा। आमीन या अल्लाह तमाम मुसलमान मरहूमीन की मगफरत फरमा। या आमीन अल्लाह तमाम मुसलमान बीमारों को शिफा अता फरमा। आमीन या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहाबी व अहले बैतिही अजमाईन। आमीन। जजाक अल्लाह। 24/9/2018। अल्लाह अकबर।